إلى الشأن الأمريكي، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن موافقة واشنطن بيع لأنقرة صواريخ باتريوت بقيمة 3.5 مليار يورو. وقال المتحدث باسم الوزارة إن هذه الصفقة تشكل بديلا عن منظومة صواريخ S-400 الروسية اللي كانت تنوي تركيا شرائها وأثارت غضب واشنطن. أشار إلى إمكانية التراجع عن بيع أنقرة مقاتلات F-35 في حال أصرت على شراء المنظومة الروسية، وقد يعرضها لعقوبات من جانب واشنطن. المتحدث باسم الخارجية الأمريكية أشار إلى أن هذا القرار الذي يمكن أن يعترض عليه الكونغرس يشكل بديلا عن S-400 الروسية المضادة للصواريخ اللي بتسعى أنقرة إلى شرائها رغم التحذيرات الأمريكية. على الجانب الآخر، قال الكرملين الروسي أن موسكو ستمضي في عقد لبيع منظومة S-400 لتركيا رغم موافقة وزارة الخارجية الأمريكية على بيع منظومة منافسة لأنقرة. للتعليق حول هذا الموضوع انضم الينا عبر الهاتف الدكتور سامح الجرحي المتخصص في الشؤون التركيه بجامعه القاهره. مساء الخير دكتور الجرحي. يعني بدايه، الضغط على تركيا من اجل ان تتوقف عن شراء منظومه معينه، ثم يعني عرض اقتراح بديل، منظومه بديله هي الباتريوت. ما الفرق؟ يعني هل تركيا مستفيدة في كل الأحوال سواء بالإس 400 أو بالباتريوت، أم هي مجبرة إنها يعني ترضخ للطلبات الأمريكية؟ مساء الخير على حضرتك وعلى السادة المشاهدين. في البداية أنا أظن أن تركيا مستفيدة من النظامين، نظام صواريخ إس 400 ونظام صواريخ باتريوت، وليست مجبرة. فتركيا طلبت من واشنطن في وقت سابق الحصول على صفقة صواريخ باتريوت، ولكن الإدارة الأمريكية كانت يعني تتردد في تزويد تركيا بهذه الصواريخ، مما أدى إلى قامت تركيا بعقد مناقصة من أجل الحصول على نظام دفاع صاروخي، لأنها ترى أنها في إقليم يجب بالصراعات. وبالفعل في عام 2009 تقدم عدد من الشركات بما فيها شركات أمريكية وشركات صينية وشركات روسية من أجل تزويد تركيا وأنقرة بنظام دفاع صاروخي، ورسل العطاء أو المناقصة على إحدى الشركات الصينية، ولكن بعد اعتراض كبير من حلف الناتو وضغوط كبيرة من حلف الناتو بسبب يعني الاختلاف العميق ما بين منظومة الدفاع الصاروخي التي كانت تركيا تود شرائها من الصين وبين مجموعة الأنظمة الصاروخية الأخرى التي تنشرها حلف الناتو التي ينشرها حلف الناتو على الأراضي التركية، أدت في النهاية إلى أن عقد وكيل وزارة الدفاع التركية مراد بيار مؤتمرا صحفيا في 2013، وذكر أو يعني صدرت يعني أعلن قرار أو إصدار قرار من جانب وزارة الدفاع التركية بأنها تراجعت عن الصفقة. ثم دخلت أنقرة في مفاوضات مكثفة مع الجانب الروسي من اجل الحصول على منظومه اس صواريخ اس 400 من اجل تزويد انظمه الدفاع الصاروخي التركيه بهذه المنظومه، بعد التردد الامريكي وتردد الاداره الامريكيه في تزويد انقره بصواريخ باتريوت الامريكيه. وفي كل الاحوال اعتقد ان تركيا ليست مجبره على الحصول على الصواريخ التركيه، الصواريخ الامريكيه صواريخ باتريوت او انظمه الدفاع الصاروخي اس 400 الروسيه، وهو ما يعني ما قد يعني صرح به رجب طيب اردوغان قبل اشهر قليله عندما يعني وجه خطابا عنيفا للاداره الامريكيه عندما حذرت ووجهت تحذيرات شديده اللهجه الى انقره عندما ابرمت او بدات في عقد الشراء والخطوات الاولى في عقد شراء صواريخ اس 400 الروسيه، وقال ان تركيا لديها عده بدائل وقد طلبنا من الامريكان تزويدنا ببطاريات صواريخ باتريوت، ولكن امريكا او الاداره الامريكيه ترددت، وتركيا لها الحق في يعني في ابرام عقود اتفاق وشراء اسلحه من اي مكان تريد. طيب الموقف الروسي هنا يبدو وكانه لم يتاثر اطلاقا، يعني بفكره انه تركيا سوف يكون لديها ايضا منظومه صواريخ باتريوت، ويقول انه ماضي في عقود الاس 400. ما الذي يعني ذلك؟ يعني مبدئيا ألا يؤثر ذلك في ميزان القوى أن تحصل دولة مثل تركيا عضو في الناتو على يعني منظومتين بهذا الشكل؟
لن يحدث تأثير، ولكن هناك يعني الكريملين ووزارة الدفاع الروسية ذكرت قبل قليل أو ذكرت بالأمس أنها تثق في شركائها الأتراك أنهم لن يعني ينقلوا تكنولوجيا S-400 إلى دول الناتو أو إلى الولايات المتحدة الأمريكية. فهذا الأمر يعني تعويل على ثقة روسيا في الشريك التركي. يعني الأمور في موازين القوى أعتقد أنها تصب في مصلحة تركيا وفي مصلحة روسيا. فروسيا لا تخشى أن تنتقل التكنولوجيا S-400 من تركيا إلى دول حلف الناتو أو الولايات المتحدة الأمريكية. طيب الفكرة أيضا في ربط أو يعني ربط التوقيت الإعلان عن هذه الصفقة بقرار الولايات المتحدة الانسحاب من سوريا، هل هناك علاقة خاصة أنه هناك حديث عن صفقة تمت بين أمريكا وتركيا؟ من الممكن أن تكون هذه عبارة عن صفقة أو مناورة سياسية من الإدارة الأمريكية من أجل يعني إجبار تركيا على التراجع عن شراء المنظومة وعدم الانسياق وراء التنازلات الاستراتيجية التي تقدمها الإدارة التركية لروسيا خصوصا في سوريا من أجل تحقيق مكاسب استراتيجية تركية في سوريا تتمثل في عدم قيام إقليم ذاتي أو تكوين قوية كردية في بعض الأقاليم في شمال سوريا. من الممكن أن تكون مناورة سياسية أو استراتيجية من جانب الولايات المتحدة الأمريكية من أجل دفع اللاعب التركي في سوريا وفي إقليم الشرق الأوسط من أجل التراجع ومن أجل ضمان عدم تأييد تركيا للجانب الروسي في عدد من القضايا الأخرى مثل قضية شبه جزيرة القرم وقضية أوكرانيا وغيرها من القضايا، وتأييد تركيا لروسيا وعدم تقديم تنازلات استراتيجية للجانب الروسي في الإقليم أو في غير ذلك أو في الأقاليم الأخرى. شكرا جزيلا دكتور سامح الجرحي المتخصص في الشؤون التركية بجامعة القاهرة.